محمد شوقي مش راضي يصفح مستر كروش المدير الفني للمنتخب الوطني، وده الخبر الاول معانا. والخبر الثاني هنتكلم عن اداء المنتخب الوطني اللي هو ايضا اصبح شيء بصراحه لا يطاق. الخبر الاخير معانا هنتكلم عن خبر يخص جمهور النادي الاهلي وايضا جمهور نادي الزمالك، وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهارده. ولكن قبل التفاصيل، يا مساء الفل عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم جت في العارضه. في البدايه كده، لو انت اول مره تشوفني او مش مشترك في القناه، اتمنى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ده لو انت عايز تعرف كل اخبار الكرة المصرية. واتمنى ايضا اللايك الجميل بتاعك، واسمع الفيديو ده للاخر، لان الفيديو ده اذا كنت اهلاوي او زملكاوي فانت لازم تسمعه، لان هو هيتكلم عن كل حاجة تخص الاهلي والزمالك، وخصوصا اهم خبر يعني عايز اقول لك كده، فيهم خبر جمهور النادي الاهلي بشكل عام وجمهور نادي الزمالك بشكل عام كله عايز يتاكد من صحته. وتعالوا سريعا كده نروح نشوف اول حاجة طبعا، وهي اول حلقتنا النهاردة، وهو موضوع محمد شوقي ومستر كروش المدير الفني للمنتخب الوطني. هل هو بالفعل يا جماعه ما رضيش يصافح مستر كروش زي ما انتم شفتوا في الفيديو ولا لا؟ انا على ما اعتقد هو ما خدش باله اصلا. يعني المشكله الكبيره ان الناس سايبه الاداء السيء اللي بيأديه المنتخب الوطني ومسكت في فكره ان محمد شوقي مش راضي يصافح مستر كروش المدير الفني للمنتخب الوطني، في حين ايضا في حين اصلا ان محمد شوقي ممكن يكون ما خدش باله من ايده اصلا، في حين اصلا ان ممكن يعني لسه ده كله احنا لسه ما اتاكدناش، ده كله يعتبر اجتهادات شخصيه فقط لا غير من الناس اللي شغاله عماله تتكلم. انا من الناس لو في اي جديد جد في الموضوع اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ده هتلاقيني طالع في الفيديو اللي بعديه على طول بوضح لك الصح ايه. يعني الحمد لله بعرض لك الخبر اللي ظاهر على الساحه دلوقتي، وباجي بعديها لو الخبر طلع فيه حاجه كذب او حاجه صحيحه بطلع وبوضح لك كل حاجه. يعني انا بقى ماشي معاكم خطوه بخطوه. باختصار كده يا سيدي، محمد شوقي ما اعتقدش ان في اصلا سابق خلاف بينه وبين المدير الفني للمنتخب الوطني، والا كانت مصر كلها في ثانيه الا ثانيه عرفت قصه الخلاف اللي حصل ما بين محمد شوقي ومستر كيروش. باختصار كده يا جماعه، ما فيش اي حاجه. انا بقول لك ان ما فيش اي حاجه، وعلى ما اعتقد ان محمد شوقي اصلا ما اخدش باله من ايده، لان اصلا زي ما انتم شفتوا كده في الفيديو زي ما عرضت لكم في الاول، مستر كيروش ما تعرفش هل هو بيشاور اللاعب تاني، لان مستر كيروش عينيه اصلا تقدر تعيد الفيديو وتشوف اللقطه اللي انا بقول لك عليها دي، عينيه مش على محمد شوقي، ومحمد شوقي عينيه على الملعب مش على ايد كروش. يعني اصلا اللقطه باينه واضحه ان اللقطه بعيده كل البعد عن التعمد. يعني محمد شوقي تقدر تقول، يعني الواحد يقول لي مثلا يعني انت كده بتقول ان محمد شوقي مش متعمد انه ما يصافحش مستر كروش، اقول لك هو مش متعمد انه ما يصافحش مستر كيروش، لانها واضحه جدا، واضحه جدا، تقدر تعيد الفيديو مره واثنين وثلاثه هتتاكد فعلا ان مستر كيروش تقريبا كده بيشاور لحد في الملعب، او جايز يكون هو بيسلم عليه بالفعل. لكن محمد شوقي عينيه كلها حتى هو ماشي اداله ظهره، وبعدين الراجل بص الزاويه بتاعته كلها كانت على المستطيل الاخضر فقط لا غير، بعيد كل البعد عن التركيز على ايد مستر كيروش، وبعيد كل البعد عن انه يتعمد انه ما يصافحوش، لان زي ما قلت لكم في الاول لو في اي خلاف ما بينهم كانت مصر كلها عرفت الخلاف اللي حصل ما بينهم. لان طبعا زي ما احنا عارفين الصحافه دلوقتي والاجتهادات الصحفيه، يعني في حاجات ممكن تكون ما حصلتش اصلا، تلاقي واحد صحفي كبير بيجتهد في فكره ان لا الموضوع ده حصل، فتعالى ايه نعمل عليه سبق صحفي، طب يلا نشوف، طب يلا نعمل، فكانت كل حاجه ظهرت. ولكن باختصار كده يا جماعه انا بقول لك لو في جديد وفي خلاف بالفعل هتلاقينا طالع في الفيديو اللي بعد ده وهقوله لكم، ولكن انا دلوقتي حبيت اشرح لكم اللقطه اللي حصلت دي بالظبط. وتعالوا كده نتكلم عن المنتخب الوطني واداء المنتخب الوطني. للاسف الشديد يا جماعه انا واحد من الناس اللي حزين جدا 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 على اداء المنتخب الوطني. واحد يقول لي يا عم انت يعني شايف ان المنتخب الوطني سيء للغايه دي علشان تبقى حزين؟ اقول لك والله انا شايفه سيء للغايه، وكل محللين الاداء بيقولوا انه سيء للغايه. يا راجل ده انا بتكلم مع واحد صح، هو بيقول لي انا خايف نقابل الجزائر او نقابل المغرب. فانا بقول له ايه يعني يا عم لما نقابل الجزائر او نقابل المغرب؟ انا شايف ان الموضوع عادي جدا وان شاء الله هنديهم على عينيهم. قال لي يا عم انت عندك لو هنقابل الجزائر اسمه ايه ده رياض محرز، ولو هنقابل المغرب مش عارف في حكيم ومش عارف. قلت له يا عم كبر دماغك من الناس دي كلها، واحنا كده كده قد الناس دي وزياده. بس على الحال ده، على الحال ده يعني انا اقول انا متفق معاك جدا. ايوه فعلا انا متفق معاك جدا ان احنا لو قابلنا الجزائر او قابلنا المغرب هناخد على عينينا، مش احنا اللي هنديهم على عينيهم. يعني احنا كنا متعودين ان كل المنتخبات اللي في افريقيا كلها بتاخد على عينيها من المنتخب الوطني. ايام ما كان عندنا كوادر بصراحه ما اتكررتش تاني، احنا عندنا دلوقتي كوادر يا جماعه يعني هي ممكن تكون ما اتكررتش بناء على الانديه اللي بتلعب فيها. يعني تعالى مثلا حد زي محمد صلاح، انت ممكن بعد 100 سنه لقدام ما يجيلكش حد زي محمد صلاح يلعب في ليفربول الانجليزي، حد زي محمد النني بيلعب في ارسنال الانجليزي، حد مش عارف زي مصطفى محمد، حد ممكن تقعد على مر العصور ما تجيلكش لعيبه تلعب في الانديه الكبيره دي. ولكن للاسف الشديد هل بيضيفوا حاجه او عملوا حتى ربع اللي كانوا بيعملوه اللعيبه اللي هم اصلا كانوا بيلعبوا في اهلي وفي الزمالك؟ ردا قولا واحدا كده هتقول لي لا، ولا عملوا حاجه ولا هيضيفوا حاجه ولا هيعملوا حاجه.
ما دي كارثه كبيره. الراجل ده احنا توحشنا كاس امم افريقيا، يعني احنا خلاص بقى نفسنا نشوفه، بقى نفسنا كده نبص عليه، يعني اقول لك يعني بقى نفسنا نلعب في حتى السيما فاينال بتاعه او النهائي بتاعه. ولكن للاسف الشديد انت دلوقتي يعني عايز اقول لك ان احنا بنلاعب المنتخبات اللي هي اصلا ضئيله جدا كمستوى، يعني المستوى بتاعها ضئيل جدا، وفي نفس الوقت انت بتتخطاها بالعافيه. يا راجل ده انت ده بيعملوا عليك يا راجل كونتر اتاك في ثانيه، يعني انا مستغرب والله. يعني مباراه انجولا المباراه اللي فاتت بتاعه المنتخب الوطني اكتشفنا ان احنا قلنا خلاص ده احنا مصر دلوقتي هتنزل بقى تك تك تك، الماتش ده هيبقى بتاعنا وهنعمل الصح مع الفريق ده. اكتشفنا ان احنا الشوط الاول كله كده علامه استفهام على كل لاعبي المنتخب الوطني بلا استثناء اي حد فيهم، علامه استفهام كامله. يعني انا كان حلمي بس في الشوط الاول ان نطلع بس الفرق واحد، انا كان حلمي كمشاهد لا اقول يا رب بس ايه نطلع الفرق واحد مش الفرق اتنين، عشان نقدر ايه نعوض، علشان نقدر نعمل كونتر اتاك، علشان نقدر نعمل ريمونتادا، علشان ما هو انا كان نفسي كده. تخيل بقى انتوا وصلتونا لفين حلمنا ان احنا نطلع مهزومين الفرق واحد مش مهزومين الفرق اتنين. ولكن الحمد لله ان المباراه دي عرفنا ان احنا يعتبر احنا اصلا ما فزناش فيها بالفعل، مع ان المفروض لا احنا هنفوز 3 4 0 مش 2 2 بالعافيه. وليه؟ لان ربنا رزقك بالكام نقطه اللي عندك، انت ما كنتش خلاص اتاهلت. ففي حاجات كتير جدا كده عليها علامات استفهام على كل لاعبي المنتخب الوطني، ما تعرفش اللعيبه دي عايزه ايه، ما تعرفش فعلا اللعيبه دي عايزه ايه. انا بقول علامه استفهام حتى لو فازوا 100 فوز بس بالاداء ده، لا انا مش مستمتع بالمباراه على الاطلاق. انت في اول الشوط الاول في مباراه الجابون ومنتخب مصر جبنا هدف اول، ولكن هدف من ركله جزاء ما يحتسبش هدف اصلا على الاطلاق صراحه، يعني عشان اكون واضح معاكم. فين اداء؟ ما فيش اي اداء اصلا. لا ده اللعيبه بتاعتهم بتعمل يا باشا مهارات وبتلم وبتمرقص وبتعمل كل حاجه حلوه في الملعب، انت ما بتضيفش حاجه، انت ما بتضيفش حاجه، انت مش اخد يعني كادائك. انت باختصار كده موضوعك ده اسمك، يعني انت اسمك منتخب مصر، يعني القصه كلها في اسمك منتخب مصر، هو بيلاعب منتخب مصر، هو فاز على منتخب مصر، هو مش عارف ايه على منتخب مصر، ولكن انت كاداء مفيش اداء خالص يا جماعه على الاطلاق. اتمنى ان المنتخب المصري يفوق 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 يفوق، اتمنى ان المنتخب المصري يفوق. تعالوا كده سريعا نروح كده لنقطه ثانيه خالص، وهي نقطه القصه اللي شغله بال كل لاعبي الزمالك وكل لاعبي النادي الاهلي. باختصار كده اشرف بن شرقي يا جماعه ومصطفى فتحي او الفرصه الشقيه، في ناس بتقول ان اشرف بن شرقي ومصطفى فتحي في ناس يعني من النادي الاهلي دخلوا معاهم في مفاوضات وعايزين يضمهم الى النادي الاهلي. في مصدر خرج من النادي الاهلي النهارده يا جماعه ونفى الكلام ده كله على الاطلاق. يعني المصدر طلع النهارده وقال لك قال لكم يا جماعه احنا ما فيش الكلام ده كله على الاطلاق، والكلام ده غير صحيح، احنا ما تفاوضناش مع اشرف بن شرقي ولا مصطفى فتحي. باختصار كده القصه ان وكلاء لاعبين، وزي ما احنا عارفين وكلاء اللاعبين شغلتهم ايه؟ شغلانتهم ان هو بيروح لنادي بيقول له ان في لاعب من اللعيبه دي، اللاعب بيلعب في نادي كذا، اللاعب ده مميز واللاعب ده قوي واللاعب ده مش عارف ايه، وعادي جدا احنا ممكن نروح نتكلم معاه كده كده هو مش عايز يجدد مع النادي بتاعه وبيعرضه. ده شغل وكيل اللاعبين، بيعرض اللاعب على لاعب على نادي تاني، وبالتالي لو تمت هو الراجل بياخد فلوسه بس كده والموضوع انتهى. لكن مصدر من النادي الاهلي نفى الكلام ده على الاطلاق. اشرف بن شرقي يا جماعه باختصار مش هيجدد مع نادي الزمالك. اشرف بن شرقي كلنا بلا استثناء عارفين قصته مع نادي الزمالك، هل هو هيجدد؟ لا مش هيجدد. طب مش عارف ايه؟ لا اشرف بن شرقي مش في نادي الزمالك ومش هيجدد مع نادي الزمالك، لان هو طبعا بيماطل فيهم، وده مش كلامي ده كلام ناس من نادي الزمالك بيقولوا ان اشرف بن شرقي اصلا بيماطل نادي الزمالك، عشان اشرف بن شرقي متفق مع على كل حاجه، متفق على كل حاجه مع نادي خليجي. ده قصه اشرف بن شرقي يا جماعه والنادي الاهلي، مفيش اي مفاوضات، مفيش اي مفاوضات، لكن ممكن يروح ممكن يروح. مفيش اي مفاوضات بس ممكن يروح. ما هو كده كده اوريدي مش هيجدد مع نادي الزمالك، طيب اذا يبقى نادي الاهلي لو عايزه خلاص هياخده، الموضوع يبقى انتهى. مصطفى فتحي ما فيش اي مفاوضات من قبل النادي الاهلي، مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك. ايضا الخبر الاخير معانا في البي الفيديو بتاع النهارده، وهو محمود وحيد لاعب النادي الاهلي، اللاعب لا يمانع تماما انتقاله الى نادي طلائع الجيش من مصدر من داخل النادي الاهلي، بس لو وافقوا مسؤولين النادي الاهلي. كل لاعب بيحلم انه يلعب في اي نادي حتى لو كان صغير بس يشارك اساسي، ولكن ما يحلمش خالص على الاطلاق انه يلعب في نادي كبير ويقعد على الدكة. ده كان باختصار الفيديو، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس لو انت عايز تعرف كل اخبار الكرة المصرية.